اخي فنش عادي ليش بوكسات؟ اقسم بالله راح انزل. مو قلت لك والله العظيم راح ننزل لك بوكس بوكس. ابو اضربه بوكسات بس خويه جاي. خويه جاي بس والله راح احرق دمه هذا الفنش. يلا تعال يا حلو. والله شفته على اخر طلقه قوي من الرابع جاي يا الهي. حيك لا تضحك الان لانه دمي لو ما اقدر لو اتخلص. شوف ابراهيم فرس اي شيء بالحياه. تعال يا ابراهيم قربك قدامك ابراهيم عطاني من لا تجي كذا ثم وشه علولو.